يا سلام يا سلام، انا سبايدر مان القوي، انا اقوى واحد في العالم، اقوى واحد في العالم. يا سلام يا سلام، بس المشكلة اني كثير كثير زهقان، مش عارف شو بدي اسوي، مش عارف شو بدي اسوي. فكر فكر يا سبايدر مان القوي، ايش لازم تسوي، ايش لازم تسوي. لازم اطلع على الفضاء عشان اقاتل الفضائيين. لا شكلها شكلها فكرة مش حلوة بالمرة، مش حلوة بالمرة. فكر فكر. اوه لقيت حل خرافي كثير كثير. ابوي قاعد بشاهد الاخبار وقاعد بشوف الكائنات الفضائية وهيك، شو رأيكم انا وياكم يا شباب بنات نروح لعنده ونحكي له؟ ممكن نروح على المنتزه او عند الحديقة عشان نكيف كثير كثير. والله هاي الفكرة خرافية كثير كثير. يلا يا شباب خليني اروح عند ابوي، خليني اروح عند ابوي. يا ابوي يا ابوي. اوه اهلا اهلا يا ابني الصغير يا سبايدر مان. اهلا 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 يا ابوي يا ابوي. يلا يلا بسرعه جهز حالك، بدنا نروح على المنتزه، بدنا نروح على الحديقه نلعب انا وياك. ايش حديقه ايش يا ابني؟ انت ما بتعرف انه في الحديقه كائنات فضائيه نازله جديد؟ ايش شو بتحكي يا ابوي؟ شو كائنات فضائيه نازله جديد؟ والله يا ابني في كائنات فضائيه نازله جديد على هذا العالم من السماء، هي في الطريق وبجوز يوصلوا اليوم، بجوز يوصلوا اليوم. خطر كثير ان نروح الحديقه، بعدين بينزلوا علينا الكائنات الفضائيه وبياكلونا مخنا. ايش جد انت قاعد بتحكي يا ابوي؟ يا الله والله بلشت اخاف، بلشت اخاف. انت بتاكد يعني؟ انت روح اقتلهم انت واصدقائك هالك وايرون مان وهذولا. ما هو انا يا ابني راح اروح، بس ما بقدر اوديك على الحديقة، انت مش لازم تروح هناك لانها ممكن تكون خطيرة كثير كثير. يا ابوي يا ابوي ممكن اجي معك عشان انقذ العالم واقاتل كل الفضائيين؟ ممكن. لسه لسه يا ابني انت صغير، انت اكبر اشي عليك انك انت تحمي هاي المدينة، تحمي هاي المدينة، لان اذا انت اخذتك مين راح يحمي هاي المدينة؟ مين راح يحميها غيرك انت؟ يعني انا راح يكون عندي مهمة قوية كثير كثير اني احمي هاي المدينة الكبيرة؟ اكيد اكيد يا ابني، انت مهمتك انك تاخذ هذا المكان وتحميه. انا لازم اروح مع اصدقائي علشان احمي هذا العالم كامل، والعالم كبير يا ابني، انت لما تكبر وتصير قوي راح تكون رائع كثير كثير. أكيد. وراح تحمي كل الناس كلياتهم، وكمان انا بدي اهديك هذا السوار، هذا السوار تعال معي يا ابني. شو هذا السوار يا ابوي؟ واو عليه راس سبايدر. نعم نعم يا ابني، هذا السوار بدي اياك تحتفظ فيه طول حياتك علشان انت تكون قوي كثير كثير، وتتذكر ابوك، وتتذكر ابوك كمان. أكيد. شايف كيف يا ابني؟ شايف كيف تمثال؟ واو هذا جديد سبايدر. نعم نعم يا ابني، هذا سبايدر عشان احنا بناخذ طاقتنا من السبايدر. خلاص خلاص يا ابني، انا لازم اروح علشان انقذ العالم مع اصدقائي هالك وايرون مان. يا ابوي يا ابوي، بس ممكن اجي اشوف الفضائيين؟ ما عمري شفت الفضائيين يا ابوي. لا يا ابني ما بنفع ما بنفع، الفضائيين هذول اشرار اشرار. يلا خلينا اطلع مثل هيك. يا سلام. مع السلامة يا ابوي، مع السلامة. مع السلامة يا ابني. يلا يا شباب بنات، بدي اسوي مثل ما قال لي ابوي سبايدر مان القوي، مثل ما قال لي ابوي سبايدر مان القوي. انا هسه لازم اسكر هذا باب المنزل مثل هيك، واول اشي شو رايك يا شباب افتح الثلاجة واكل الاشياء اللي بحبها. يلا يلا ابوي مش موجود، ابوي مش موجود، خليني اكل الاشياء اللذيذه. مرحبا يا سبايدر، مرحبا يا سبايدر. يا سلام يا سلام. يلا يا شباب خليني اكل. واو هاي في همبرجر هون، خليني اكل همبرجر مثل هيك، وهي في هون همبرجر كمان هون. يلا يا شباب خليني احط هون واحط هون واحط هون واحط هون واحط هون 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 هون. يا سلام يا سلام، صار عندي 10 همبرجر. يلا لازم اكلهم بسرعه عشان اصير نشيط واروح للعمل تبعي، عشان اروح للعمل تبعي. يلا يا شباب اول ما عدنا ثلاث بدي انقذ عليهم. يلا واحد اثنين ثلاث. يا سلام يا سلام، لازم اكلهم كلياتهم مثل هيك. يا سلام يا سلام، يلا كل كل. يا سلام اكلتهم كلياتهم. يا سلام. يلا يا شباب خليني ارجع مثل هيك، خليني اشرب هذا عصير الطاقة، مشروب الطاقة. يلا يلا يا شباب جاهزين عشان اشربه. اوه يا سلام. يلا يا شباب بنات انا لازم هسه اطلع، هاي معاي الاسوار اللي اعطاني اياها ابوي، وانا هسه لازم احتفظ فيها كويس كثير كثير، وهسه ما في ولا بطل خارق موجود في هاي المدينة.
أنا الوحيد الموجود في هاي المدينة اللي عندي قدرات خارقة. يلا يا شباب بنات، خلينا أطلع من برا هذا المنزل وأدور على أي أحد بده مساعدة. يلا يلا. مين بده مساعدة؟ مين بده مساعدة؟ أنا سبايدر مان، أنا سبايدر مان. مين بده مساعدة؟ مين بده مساعدة؟ أوه أهلا أهلا يا أرنوبي. اهلا اهلا يا سبايدر موني، كيف حالك؟ اهلا. إيه بدك مساعدة؟ والله انا بخير، انا الوحيد البطل الخارق الموجود في هاي المدينة، انا البطل الخارق. يا سلام، بدي منك طلب صغير كتير كتير، ممكن تلبي لي اياه؟ انا رح اساعدك، انا رح اساعدك. ايش بدك ايش بدك؟ والله انا يا سبايدر مون عندي هون علقة، هذه الخشب في داخلها دزر، انا بدي اياه لاولادي. لاولادي ممكن تطول لي اياه علشان اطعمي اولادي منه؟ والله كثير هو بعيد، ما بقدر انط له، شوف مثل هيك إيه؟ ما بقدر. والله انت ما بتوصل له. هي هي يا ارنوبي، يا ارنوبي. نعم نعم. انت روح على هذا المقعد واستريح استريح، انا راح اتكفل في هاي المهمة. يلا يا شباب، لازم اكسر مثل هيك، انا لازم اكون قوي، اساعد كل الضعفاء مثل هيك. شباب بنات، اكتبوا لي تحت في الكومنتات اذا راح اقدر اني انزل هذول الجزرات من فوق ولا لا. يلا هيني قربت كثير، قربت كثير يا شباب، خلينا اسوي مثل هيك، خلينا اكسر اللي تحتية مثل هيك. يلا يا شباب، لازم اكون قوي، لازم اكون قوي، خلينا احط مثل هيك. اوه هيني وصلت للجزر، هيني وصلت يا ارنوبي. واو هيدي جبت لك اياه. يلا كول كول. يا سلام، والله الجزرات مبينين لذيذات كثير. واو. كثير. نعم نعم، ممكن بس تعمل لي طلب ثاني لو سمحت. ارجوك ارجوك. ايش بدك ايش بدك؟ بدي اساعد الناس الثانيين. ايش بدك يا ارنوبي؟ وين اختفيت؟ ايه هيني هيني تحتك. بدي لو سمحت تبني لي هون منزل وخندق صغير كثير كثير علشان اعيش فيه مع الاولاد الحلوين كثير كثير. انت بدك هيك منزل صغير؟ نعم، عقدك. نعم قحر. خلاص ماشي، يلا يلا خليني احفر، انا لازم اسوي كل اشي بيطلبوه من الناس. يلا يا شباب، خليني ادخل مثل هيك ومثل هيك. يا سلام يا سلام، هذا المكان رائع صح؟ نعم نعم. يلا يلا خليني احفر مثل هيك ومثل هيك ومثل هيك. يا سلام يا سلام يا شباب بنات، انا لازم اساعد كل الناس. يلا حط الجزر هون، حط الجزر هون. واو يلا يلا مثل هيك. واو هون راح ناكل الجزر هون. أكيد أنا أكيد. تبعوني راح أجيبهم ونعيش في هذا المكان الرائع كثير كثير. يلا يلا، بدك إشي يا أرنوبي؟ لازم أروح أنقذ العالم من كل الأشرار. واو ماشي ماشي، خلاص أنت روح وأنا راح أتكفل فيه كل إشي. شكرا كثير يا سبايدر مون، شكرا كثير. العفو العفو يا أرنوبي. يلا يا شباب، أنا لازم أطلع مثل هيك. يلا يلا مع السلامة. خلينا اسوي لك مثل هيك. يلا خلي بعد شوي بعد، خلينا اسكر الباب عليك. وسع وسع مثل هيك. يلا مع السلامة. يلا يا شباب، مع السلامة. انا هسه لازم في شوي حية. يما بخاف من الحية هاي. خلص خليني ارميها هون وارمي كل اشي. يلا يا شباب، هيني انا محتفظ في الاسوار اللي اعطاني اياها ابوي. هسه ابوي بيكون تعبان كثير كثير وبقاتل في الوحوش والفضائيين، اما انا لازم ابذل قصارى جهدي عشان اساعد كل العالم واساعد كل الناس. يلا انا سبايدر مان، انا سبايدر مان، انا اقوى واحد، انا اقوى واحد. يا سلام يا سلام. يلا يا شباب، لازم ادور على اي واحد ضعيف عشان اساعده. مين بده مساعده؟ مين بده مساعده؟ مين هذا؟ مين هذا اللي بينادي؟ وينه؟ خليني انزل يمكن تحت. مساعدة، اين انا؟ البرج تعال. وين؟ اي برج يا شباب؟ يا الله وين اختفى؟ يا الله خليني اشوف البرج الطويل. ايه؟ ارجع الجسر، ارجع. يا الله وين هذا؟ شو بيسوي هذا؟ وينه؟ انا الرجل الثلجي. اهلا اهلا، كيف طلعت لون يا رجل الثلجي؟ ما بعرف، في اولاد صغار رموني هون، نزلني من هون ارجوك. يلا ماشي ماشي، بس كيف يا شباب بنات؟ انا لازم الاقي طريق كويس كثير كثير. انا ناكب، انا لازم الاقي حل كويس. يلا يلا ماشي ماشي، خليني انا افكر. لازم يا شباب بنات اني اصنع عناكب، لازم اصنع عناكب عشان هيك يقفز عليها، عشان يقفز عليها. يلا يا سبايدر مان، خليني اسوي مثل هيك. يلا يا شباب، هيني صنعت من هذول العناكب. يلا انت جاهز يا رجل الثلجي؟ نعم نعم، ارجوك طلعني من هون ارجوك. ماشي ماشي، خليني اسوي انا مثل هيك. يا سلام يا سلام، مثل هيك، بعدين بدي اسوي زي هيك يا شباب بنات عشان ينزل صح وينزل على هذول الكوب ويب. يلا يلا، انت جاهز؟
اكيد اكيد. يلا راح انط راح انط. يلا يلا اقفز اقفز اقفز. واو 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 بكفى عليك يا رجل الثلجي. يا سلام يا سلام. هيني عشت هيني عشت. شكرا كثير كثير. عفوا عفوا يا رجل الثلجي. خلاص انت روح على مدينتك الثلج وراح تكون مبسوط كثير كثير. نعم نعم شكرا لك والله عملت انت معروف كبير. انا بحبك كثير يا سبايدر مان وما راح انسى لك هذا المعروف بالمره. اوه تسمي مش عارف كيف اوقفه من كثر ما انا كثير كثير يعني بخايف. لا 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 تخاف لا تخاف يا صديقي. انت شافك قاعد بترج بس عادي عادي خلاص. نعم انت نعم. روح روح على منزلك. يلا يلا مع السلامة. لازم اساعد الناس الثانيين. يلا يا شباب انا هسه لازم اساعد كل الناس. يلا بسم الله. واو اوه يا سلام يا سلام. انا يا شباب بنات بساعد كل الضعفاء وبقتل كل الاشرار بقتل كل الاشرار. يلا يا شباب خليني انزل من هون والاقي والاقي اي احد بده مساعدة. انا سبايدر مان انا سبايدر مان. ايه موت موت. ايه ايه يا سلام موت يا زرافة. ايه بوم. إيه؟ شو اللي قاعد بصير؟ شو اللي قاعد بصير؟ لا تقتلهم لا تقتلهم لا تقتلهم. وقف وقف. لا لا يا ربي وين هاي الافعى؟ لا تقتلها لا تقتلها. هي هي شو اللي قاعد بتسوي؟ ليش قتلتهم؟ لا تقتلها لا تقتلها لا تقتلها. لا مين هذا اللي بتكلم؟ ايه عندك انت بدك تموت كمان؟ لا انت اصلا انا جيت عشان عشان اقتلك. ليش قاعد بتقتل في الناس الابرياء هيك؟ ايه هذولا مش ناس هذولا حيوانات ما بحسوا. انا ما بحب الحيوانات بالمرة. انت شكلك بدك تموت. ليش هيك ايش بدك فيني؟ ليش هيك تتكلم معي؟ انت ما بتعرف اني انا بقتلك بقتلك. اخ وين انا وين انا يا ربي؟ هذا السيف بيحميني هذا السيف بيحميني يا ربي. انت اترك السيف السيف وتعال وجها لوجه. والله لا خليك تنسى شو اسمك. راح خليك تنسى شو اسمك. يا الله إيه؟ وين اختفى مين هذا؟ مين انت ليش مين انت؟ ايش بدك فيني ايش بدك فيني؟ انا واحد غني كثير انا واحد قوي كثير كثير وبقتلك وبقتلك. انا سبايدر مان انا سبايدر مان. وانا سبايدر مان الاسود فينوم. مين انت ايش بدك فيني؟ انت ما بتعرف اني انا اذا ضربتك ضربة راح اقتلك واكسر راسك. اكسر راسك. اصلا ابوي صار يحكي لي انا اقوى واحد في العالم وانتو انتو اشرار انتو اشرار وانا راح اقتلك اذا رجعت. لا تضربني لا تضربني والله الله راح افرجي. لا لا ابوي اقوى من ابوك. بلا ابوي اقوى كثير كثير. ابوي لو اهجم على ابوك بيقتله بقتله بسهولة تامة كثير كثير. لا طبعا ابوي اقوى من ابوك بمليون مرة. ايه مستحيل مستحيل. اسكت اسكت. ايه يعني بدك تتقاتل معاي بدك تتقاتل معاي؟ يلا واحد اثنين ثلاث. تعال لهون تعال لهون. خد لك هاي موت. خد لك هاي خد لك هاي. بدي افرجيك يا كلب. تعال بتضرب بتقتل الحيوانات الضعفاء بتقتلهم. خد لك هاي خد لك هاي. يلا بدي اقتلك. خد لك هاي. يلا يا شباب خليني اركز مثل هيك. يلا بموت بموت بموت. خليني ارجع شوي خليني ارجع شوي. بموت. يا الله يا شباب لازم احمي شوي مثل هيك. يلا تعال تعال خفف. يلا تعال لون. والله راح اقتلك يا كلب. موت 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 موت. طلع طلع يا شباب. يا ربي شو هذا؟ اخ تعال تعال لون. خايف مني اه خايف مني. قلت لك ابوي اقوى من ابوك. قلت لك انا اقوى منك. وين رايح؟ اسكت اسكت اسكت, أسكت. خد لك خد لك خد لك. انا راح اقتلك راح اقتلك. تعال واحد غبي. وين رايح؟ رايح تعيط اه. اسكت اسكت. انت مالك دخل مالك. تعال من هون. تعال يا ربي انت ما بدك بعد امامي المنزل. يا ابوي يا ابوي روح نادي ابوي. برا قاعد بحاول يضربني بحاول يضربني إيه؟ وبحكي انه ابو اقوى منك. روح اشوف ارجوك. يا الله يا شباب هذا صح ابوي. مين هذا مين؟ يا الله شو بدي اسوي انا ايش بدي اسوي؟ واو مينو هذا الولد مينو؟ يا رب يا رب ما يشوفني يا رب ما يشوفني. مش شايفني مش شايفني. لازم اكون شجاع مثل ما قال لي ابوي. وهي الاسوار اللي اعطاني اياها ابوي انا لازم اقتل هذا. لازم احكي له انكم انتم اشرار. هي انا هو الولد. هي هيني هيني. وينك يا ولد؟ بدي اقتلك واكسر راسك. وينك هيني تحت هيني تحت. طلع تحت طلع يا غبي. انتوا اغبياء واشرار. هيني هيني تحت هيني تحت. شو هذا؟ وينو وينو هذا وينو؟ عيني تحت عيني تحت عيني تحت. انا مش شايفني. خد لك هاي خد لك هاي يا حد غبي. هذا انت هذا انت. هذا انا. ليش تضربني ليش؟ ليش بتزعج في ابني؟ ابنك قتل قدامي قدامي عيوني. قتل في هيك كائنات حية بريئة. احنا اشرار كثير
وما حدا بوقفنا، احنا ما حدا بتكلم معنا، احنا سبايدر مان الاسود الفينوم، مستحيل حدا يقدر يتكلم معنا، احنا بنقتل جميع الكائنات اللي بتحناننا، احنا لأننا ابنا كلهم باسداننا. لا لا اصلا ابوي والله راح لما يشوفك راح يقتلك، راح يقتلك، ابوي اقوى من ابوك بكثير، ابوي اقوى من ابوك، ابوي اقوى منك، ابوي اقوى منك، شو من ابوك، ابوي اقوى منك. ايش في دماغك؟ ركز منيح، ركز منيح ولا تتهبل، انت ما بتعرف انه انا اقوى منك ومن كل عائلتك، انا سبايدر مان الفينوم، وانت راح تنتقم، انا راح انتقم وراح اندم منه لابوك، ما راح امشي مثل هيك ابني زعلان، انا راح انتقم منك، وانت كمان، وانت كمان. اخ وين انا، وين انا، يا الله ليش تضربني ليش، والله راح اخليهم يعرفوا الساعة اللي قرروا يضربوني فيها، انا لازم اضرب الاب، لازم اضرب الاب، طلع السيف اللي بيعميني هذا، وين راح الاب، وين راح الاب، هو اكيد دخل على المنزل تبعه، اكيد دخل على المنزل تبعه، لازم ادخل على المنزل تبعه واضربه، اضربه، بدي اشوف شو راح يسوي، بدي اشوف شو راح اسوي، خليني اسوي مثل هيك، بدي اكسر هذا العشب مثل هيك، يلا يا شباب خليني بيطلع. يا ربي شو اللي قاعد بتسوي، شو اللي قاعد، خليني ارجع، خليني اهرب، خليني اهرب، يا الله مساكني مساكني، خليني اهرب. مره ثانيه اشوفك قربت من هذا المنزل، راح اطلع بروحك، راح اقتلك، راح اقتلك. ايش انت مجنون كثير، انا لازم انتقم منك، انا لازم انتقم منك، انت راح تندم، انت راح تندم، انت ما راح تعيش، انا ما بدي اقتلك، اول اشي انا لازم اخليك تعيش علشان تشوف الايام السيئة وتعيش وانت حزين كثير. انا ما راح احكم عليك في الموت اول اشي، بس انت راح تندم، انت راح تندم، انت راح تعيش، مش راح اندم، تشوف الايام المظلمة، علشان تشوف الايام المظلمة. لا طبعا انت عم بتهددني، انا اقوى منكم، انا اقوى منك، بدك تقتلني في السيف، انا بدي ادخل على منزلك واخرب كل اشي، يا الله لا تضربني في السيف، لا تضربني بموت، انا راح اكسر كل اشي، راح اكسر كل اشي، خليني اكسر، خليني اكسر، يعني حامل عامل حالك اقوى مني، خليني خليني بدي ادخل جوا منزله مثل هيك، يلا يا شباب لازم اخرب كل شيء، خليني بدي اكسر هاي، بدي اكسر هاي، بدي اكسر كل شيء، بدي اطلع فوق، بدي اطلع فوق، مفكر حالك قوي، اه مفكر حالك قوي، خد لك هاي، بدي اكسر كل شيء، خليني اكسر هاي، يلا انقلع انقلع، انقلع من هون، انقلع من المنزل هون، انت راح تندم، انت راح تندم، هاي انا حقتلك. عمل حاله قوي، عمل حاله قوي، خلص خلص انا هيك ربيتهم، قال ابو قال هو اقوى من ابوي، قال هو اقوى من ابوي، يلا يا شباب، هي هي يا كوالا، انت بخير، انت بخير، ما صابك اشي صح، ما صابك اشي، رد علي، رد علي، انت بخير، اه خير، انت بخير، اه يلا بدك اي اشي احكي لي، احكي لي اذا بدك اي اشي، خد ورود، كل ورود، ماشي ماشي ماشي، خلص خلص، انا بخير، انا بخير، ماشي يلا مع السلامة، إذا بدك أي مساعدة احكي معي، احكي معي، يلا يا شباب، ماشي ماشي، أنا هسا لازم لازم أساعد الناس الأبرياء، من أي مكروه، من أي مكروه، يلا يا شباب بنات، أنا لازم أساعد كل الفقراء، يلا يلا شباب بنات، قبل هيك إذا شفتوني شجاع وضربت هذاك السبايدر مان الأسود، لا تنسوا إنكم تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في هاي القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من نزله، يلا يا شباب بنات، خليني أنا اسوي مثل هيك وادور على اي احد بده مساعدة، يلا يا شباب بنات، بسم الله، خلينا انقذ العالم. نم 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 لا لا اوف يا ابني يا ابني، يا الله شو اللي صاير، ابوي بناد عليه، شوي شوي يا ابوي، خمس دقايق، خمس دقايق، نم 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 نم، شو شو يا ابوي، هيني جايك، هيني جايك، شو بدك يا ابوي، شو بدك يا ابوي، هيني اجيتك، اجيتك، يا الله شو بد، ايه شو اللي صاير معك يا ابوي، شو اللي صاير معك، اخ يا ابني، ايش يا ابني، في أبوي. مجموعه من الفينوم السبايدر مان الاسود هجموا علي، هذول الأشرار أسنانهم زي المناشير، أكلوا رجلي، طلع إيش سوى براسي وحكالي إنك أنت مرة دخلت على منزلتهم وعملت معهم مشكلة، فهم حاولوا يقتلوني وهم على الأغلب نشحوا، أنا أبعدتهم
بس خلص انا راح اموت في جراحي يا ابني. ايش يا ابوي قاعد بتحكي؟ هذا كله بسببي، كله بسببي يا ابوي. كانوا هم اشرار، كانوا هم اشرار. لا يا ابني هذا مش بسببك، احنا هذول اشرار كثير، هذول لازم هيك يصير فيهم، لازم هيك يصير فيهم. انت يا ابني خلص، انت راح تكمل من بعدي، انت بطل، انت بطل يا ابني. انت لما تكبر راح تكون قوي كثير كثير، راح تكون قوي كثير كثير، وما راح تكون مثل ضعيف، انت راح تكون امل لكل العالم، راح تكون بطل لكل العالم، لكل العالم. انت يا ابني لما تكبر بدي اياك انك تقاتل هذلاك الفينوم الاسود وتقتلهم هذول الاشرار علشان تنتقم وتشيلهم من الكرة الأرضية، علشان هم كثير كثير أعداء، أعداء لهذا الكون، لهذا العالم. هم هذول كثير شريرين. أنت يا ابني لازم تنتقم وتكون قوي، لازم تكون قوي. يا أبوي، 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 لا يا أبوي، ليش هيك؟ لا تتركني يا أبوي، لساتني طفل صغير، لساتني طفل صغير. ليش هيك الحياة قاعدة بتسوي معاي؟ ليش؟ يا الله يا أبوي راح أشتاق لك، كله كله بسبب ذلاك الفينوم، كله بسبب ذلاك السبايدر مان الأسود. أنا يا شباب بنات راح أنتقم لأبوي، أنا صغير بس راح أنتقم لما أكبر، راح أنتقم، راح أخليهم يعرفوا الخطأ اللي ارتكبوا معاي. أنا كله عشاني بس هيك كسرت لهم المنزل، هيك قتلوا أبوي، أبوي كان كبير في السن، اتطلعوا قطعوا نصين. الله يرحمك يا أبوي، الله يرحمك يا أبوي. بس أنا يا شباب بنات بوعدكم اني راح انتقم منهم هذولاك السبايدر مان الاسود، راح انتقم. يلا يا شباب بنات، هذا هو الوقت اللي راح انتقم فيه من هذولاك سبايدر مان الاسود. خلينا اكل من هذولا الجولدن ابل المطورة. اجيتك يا سبايدر مان الاسود وراح اقتل كل الجيش اللي عندك، راح اقتل كل الجيش. تعالوا لهون، راح اقتلكم، راح اقتلكم. مثل هيك، مثل هيك راح اقتلهم كلياتهم. مفكر انه جيشك العبارة عن سبايدر؟ كلهم اغبياء، كلهم اغبياء، وراح اقتلهم في ضربة واحدة. يلا 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 يا جيش السبايدر الاسود، يلا لازم اقتلهم كلياتهم. خليني اكل، يا الله شو هذا، لازم اكون قوي عشان انتقم لابوي. موتوا كلياتكم، موتوا كلياتكم، لازم اقتلهم، لازم اقتلهم يا شباب بنات. كل واحد معاي لازم اضربه ضربة عشان يموت، هيني قاعد بضربهم. يلا يلا يا شباب موتوا كلياتكم، لازم اقتلكم، لازم اقتلكم. في احلامكم، في احلامكم، باحلامك راح اموت. انت اخر اشي راح اقتلك، انت اخر اشي راح اقتلك وراح افرجيك انتو شو سويتوا في ابوي. انتو قتلتوا بابوي بكل دم بارد، وابوي طلب مني اني انتقم منكم اني اقتلكم. يلا يلا يا سبايدر مان قتلهم كلياتهم، اقتلوا هذا الخبل سبايدر. يلا يلا يا شباب، هيني قتلت، قتلت كثير كثير من السبايدر، لازم اقتلهم. يا الله يا شباب في كثير كثير من السبايدر، في كثير من السبايدر، لازم اكل جولدينات قبل مثل هيك. طلعوا طلعوا الكميه الهائله من السبايدر، لازم اقتلهم كلياتهم مثل هيك. موتوا موتوا، لازم راح اقتلكم كلياتكم، راح اقتلكم. خليني اكل مثل هيك يا شباب، يلا يلا خليني الف عليهم واقتلهم. يلا مش ضايل كثير، مش ضايل كثير، خليني اقتل هذولا. يلا يا شباب وين وين ضايل، خليني اقتل هذا. وش مالي يا اخي؟ مفكر انه جيشك قوي؟ ها مفكر انه جيشك قوي؟ راح اقتلهم كلياتهم، راح اقتلهم، ما راح اخلي ولا واحد من افراد الجيش تبعك. مستحيل مستحيل، ما راح تقتلني انت، مستحيل، لان انا اقوى واحد في العالم. في احلامك انا الفينوم الاسود، في احلامك تطلع كيف منسحبين الجيش تبعك ولا واحد قادر انه يقرب علي. تعال الي يا جميل، مين هذا اللي بسترجي؟ خذ لك يا سكرتن، خذ. يلا على اللي بعده، على اللي بعده. يلا يلا تعال تعال، واجهني وجها لوجه يا غبي. هيني طلعت السيف تبعي. يلا يا سبايدر مان الاسود هجوم، بدي افرجيك. انت اللي قتلت ابوي، انت اللي قتلت
قتلت ابوي، خذ ذكاي، راح اقتلك يا غبي، راح اقتلك يا غبي، موت موت. يلا يا شباب لازم اقتله هذا، لازم اقتله، خليني اسوي مثل هيك، خليني اكل مثل هيك. يا الله صاير قوي كثير كثير هذا فينهم، صاير قوي. انا الاسود، انا مثل الظلام ما بنضرب. يا الله كيف اضرب، كيف كيف مش قادر اضربه، مش قادر اضربه، شو اللي قاعد بتسوي؟ يا الله شباب بنات هذا مش قادر اضربه، لازم الاقي حل. انا من الاسود، خذ ذكاي. هيني بلشت اضربه، بلشت اضربه. يا الله يا شباب والله انه قوي كثير كثير، صار قوي. يا الله طلعوا يا شباب، في ضربات ما بتجي، في ضربات ما بتجي زي ما انتم شايفين. لازم لازم يا شباب ارجع لورا عشان افكر بطريقه، عشان افكر بطريقه اني اقتله. ايش هي الطريقه، ايش هي الطريقه؟ يلا يا سبايدر مان فكر يا سبايدر مان، انت ما راح تهرب من فينوم الاسود. خذ ذكاي وخذ ذكاي، راح اقتلك، راح اقتلك. يا الله يا شباب بس ضربه واحده بقدر اضربه، بس ضربه. تعالوا. يا الله شو اللي قاعد بيصير، طلع طلع كمان بسحف على الارض وبضربني. يا الله خليني اسوي مثل هيك، خذ لك هاي. يا الله شو هذا، شو هذا شباب، هذا الاشي مش راح اقدر له، مش راح اقدر له بالمره. لازم لازم الاقي حل، لازم الاقي حل. اوه لقيت الحل المناسب، لازم اعبي هذا المكان تي ان تي واهرب افجره، لازم افجره. يلا يا شباب، يلا يا سبايدر مان اصنع تي ان تي. يلا يا شباب هيني طلعت تي ان تي، تعالوا هون. انت كنت تفكر حالك قوي. يلا يا شباب خليني خليني بدي اعبي كل شيء، انت راح تموت، بدي اعبي كل شيء، بدي اعبي كل هذا المكان تي ان تي، وبعدين بدي افجره، بدي افجره واقتل هذا الغبي. تعالوا هون راح افرجيك شو راح اسوي فيك. يلا يا شباب لازم احاصره، لازم احاصره مثل هيك، لازم احاصره. خليني اكل، خليني اكل جولدنات قبل مثل هاي. يلا لازم احط في كل مكان، خليني احط من هذا التي ان تي مثل هيك يا شباب. يا الله بسرعه بسرعه يا شباب، مثل هيك لازم افجر كل هذا المكان عشان يموت، عشان يموت مثل هيك يا شباب. يلا يلا تعالوا هون يا سبايدر مان الاسود. شاذ مكفي، طلع طلع، مش قادر لي، مش قادر لي يا شباب. يلا هذا هو الوقت المناسب، هاي فجرت، ارجع لورا يا سبايدر مان. واو شوفوا، واو قتلته. اطلعوا يا شباب، مرحبا يا فينوم، ما بدي اقتلك، بدي اقتلك وانت كمان ميت. طلعوا هذا كيف رجع، كيف رجع؟ يا الله انا ما بموت، طيرنا اكثر من هيك، لسه ما ابى من الازرق اكثر من هيك. يلا يلا يا شباب خلينا احط من الازرق مثل هيك، خلينا احط من الازرق مثل هيك يا شباب بنات. يلا يلا هي مثل هيك، يلا لازم افجر، لازم افجر. يلا يلا بدي افجر يا شباب بنات، بدي افجر كل هذا. اطلع شو راح يصير فيه، طلع اختفى. واو اختفى، اختفى وين اختفى؟ طلع يا شباب وين فينوم راح؟ اختفى فينوم، وديته للفضاء، وديته للفضاء. شفتوا كيف يا شباب بنات، انا انتقمت من قاتلين ابوي، انتقمت من قاتلين ابوي، وعرفتهم، عرفتهم الخطأ اللي ارتكبوا معاي. شباب بنات اذا حبيتوا هذا الفيلم لا تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب، وتدخلوا في سيرفر ديسكورد الموجود تحت في الديسكريبشن. ويا شباب في تقريبا 80% من البشاد وهذه القناة مش مشتركين فيها، ايش بتسوي يا شباب؟ الكل يشترك فيها. يلا قاعد هيني بنتظركم، معاكم 5 ثواني. يلا 1 2 3 4 5. كفو يا شباب، في كثير ناس اشتركت، شكرا كثير كثير لك اذا اشتركت. وبس يا شباب ان شاء الله هذا الفيلم عجبكم، والحمد لله. وبس يا شباب لهم يكون وصلنا لنهايه الفيلم، اذا عجبك الفيلم لا تنسى تحط لايك شير وسبسكرايب، وتدخل في سيرفر ديسكورد الموجود تحت في الديسكريبشن، وتشترك في القناه الثانيه اسمها انفوركس 5 جيمر، بننزل عليها افلام ببجي موبايل خرافيه كثير كثير، اللي ما شافها ينزل تحت في صندوق الوصف يشوفها. كل يوم بننزل عليها فيلمين، وهاي القناه بننزل كل يوم عليها فيلم واحد. الكل يشترك في هاي القناه، خلينا نوصل هاي القناه 100,000 مشترك، انتم بتقدروا يا شباب. والكل يشترك في قناتنا الثانية، خلينا نوصلها 1,000,000 مشترك. شكرا لكم كثير كثير يا شباب على الدعم الخرافي اللي جاي يصير. اخر فترة تقريبا وصلنا هاي القناة 90,000 مشترك، هذا من فضل الله ثم من فضلكم يا شباب. الكل اشترك في هاي القناة، في تقريبا 80% من اللي بشاهدوا هذا الفيلم مش مشتركين في هاي القناة. الكل يشترك، وبس يا شباب اكتبوا لنا ارائكم واقتراحاتكم اذا عجبكم هذا الفيلم ولا لا. وبس يا شباب يلا مع السلامة.